بصراحه ومعروف عن الدكتور عبد الله النفيسي صراحته، انتم داشين المجلس مجلس ال 85 بروح تحدي منذ اللحظه الاولى. اذا انا ابي اخذ كلمه الدكتور احمد الخطيب عنوان، فعلا الكلام للاسف كنا داخلين بروح التحدي للاسف. يعني انا الحين بعد ما الحين طلع الشيء ومرت السنين، للاسف يعني كنا داخلين بهالروح. بس هم اللي اضطروني الى الشيء هذا، هم اللي هي السلطه طبعا طبعا. يعني لا بس الحين احنا تونا بادين المجلس، ادري شنو المؤشرات السلبيه من السلطه في ذلك احنا قاعد نتكلم الحين، احنا حتى ما رحنا الجلسه الافتتاحيه الاولى، ما رحنا للحين. صحيح. فشنو المؤشرات اللي من السلطه في ذلك الوقت اللي انت هون اجتمعتوا وركزتوا على احمد السعدون وحسب كلام دكتور احمد الخطيب من البدايه انتوا محمرين العين وتبون تفرضون رايكم؟ صح. وهذا ترى مرشحنا. صح. يعني الان شنو البوادر السلبيه من السلطه كانت في ذلك الوقت؟ يعني خلال العمليه الانتخابيه، يعني الارث السابق كله الانتخابيه، لا العمليه كلها. كلها. فالحين بندفعكم الفاتوره. يعني انت لما السلطة تتحرك ضدك بكل وضوح خلال العملية الانتخابية، يعني شو تتوقع عمار؟ شو تتوقع ان احنا ندخل حمامة سلام؟ لا، يعني ما ندخل حمامة سلام. وان كنت انا افضل انه نبدأ الدورة مالت مجلس الأمة بروح اخرى يعني، لكن السلطة بالكويت تستفز في كثير من تصرفاته.